مساء الخير واهلا وسهلا بكم في برنامج المسابقات الرياضية. راح نكون وياكم اني وغزوان على مدار ساعة من الوقت. شلون غزوان؟ شلون السهير؟ زين. جاهزة اليوم؟ جاهزة ان شاء الله. انت جاهز؟ انا جاهز. يلا خلي امسي على مشاهدينا الكرام. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الرياضية العراقية، ورحلة جديدة من برنامج الو رياضية. راح نكون وياكم على مدار ساعة من الوقت مثل ما قالت سهير، واكيد منتظرين اتصالاتكم. اليوم ان شاء الله يعني اتصالات تكون من اغلب محافظات العراق. احنا الحلقات السابقه يعني تركيز على بعض المحافظات، مع احترامنا لكل المحافظات. صحيح، واني اتمنى اليوم يكون نفس كل حلقه اكثر عدد من المتصلين ويانا، لكن خلونا نروح فاصل ونرجع مره ثانيه. رجعنا من الفاصل واكيد منتظرين اتصالاتكم حتى يكون ويانا ثلاث رابحين مثل كل حلقه. جائزه كل رابح هي راح تكون 100,000 دينار عراقي. في نهايه الحلقه راح نجري القرعه ونسحب ثلاث فائزين ويانا. اكيد يعني نتمنى واكيد ننوه مره اخرى لكل المتصلين، اي متصل اتصل بينا وحالف الحظ وفاز ويانا، نتمنى انه ما يتصل بعد حتى لا ندخل باشكالات قانونيه يعني من يجي يستلم الجائزه، يعني له حق مره واحده يستلم الجائزه، يفسح المجال للباقين، لان احنا غايتنا الكل يفوز. يعني حتى لو ربح ويانا غزوان ويربح مره ثانيه احنا نعتذر، ما راح نقدر نسلمك الجائزه. هاي معلومه لازم انتبه. اكو اتصال؟ نشوف اكو اتصال ويانا. السلام عليكم. الو. بين ما يجهز الاتصال يا سهير، اكيد احنا ننوه على بعض المعلومات المهمه بالبرنامج. الجائزه 100,000 دينار يوميا، نسحب القرعه بنهايه البرنامج، يفوزون ويانا ثلاثه، كل شخص 100,000 دينار. اكيد مقر قناه العراقيه، شبكه الاعلام العراقي بالصالحيه، قناه الرياضيه بالصالحيه، مجاور فندق المنصور ميليا. كل فائز يجلب مستمسكاته الاصليه ويجي الى مقر القناه وبالتالي يستلم جائزته. غزوان، انت شنو اكثر رياضه تحبها؟ قدم، يا الاكثر كره القدم. اكثر فريق تشجعه؟ انا الطلبه بالانديه العراقيه، وتحياتنا لكل الانديه. واكو اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. منو جاي؟ محسن من كربلاء. دعاء. محسن من كربلاء المقدسه. اهلا وسهلا بيش دعاء. اهلا بيك. شلونها معلوماتك دعاء؟ دعاء محسن. شلونها معلوماتك الرياضيه؟ يعني نص نص ونص، يعني ساعدت؟ اني طبعا ساعدوني. انت انتبه علينا وان شاء الله احنا نساعدك. ركزي علي دعاء. شلونك؟ رمضان كريم. رمضان علينا وعليكم، فدوى قلبك، ربي يحفظك، الله يخليك، رحم الله والديكم. دعاء، سؤالك يقول: من هو الفريق العراقي الذي أحرز كأس الاتحاد الآسيوي؟ الزوراء، القوة الجوية، لو أربيل؟ القوة الجوية. وجابت الصحيحة، مبروك عليك، دخلت القرعة. مبروك يا دعاء من كربلاء. دعاء من كربلاء. قول ألو. ألو. زين، أكثر فريق؟ أنا بالأندية العراقية الطلبة الأنيق. زين. لكن ما عندي هذا التعصب من بعض المشجعين، اكو متعصبين جدا ويزعل وما يحكي ويا صديقه اذا خسر فريق. فرق عالميه مثلا؟ الدوري الاسباني برشلونه. برشلونه. برشلونه الغريم التقليدي لريال مدريد. زين، انا ما اشجع لا برشلونه ولا ريال. مو انت سياسيه حتى ما تخسرين. نقول الو. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. رمضان كريم. علي انا وعليكم، منو جاي؟ منو؟ صفاء سمير. صفاء سمير، من وين صفاء؟ من دياله. من وين؟ من دياله. تحياتنا، الكل اهنا بمحافظة دياله. شلون معلوماتك الرياضية؟ ان شاء الله زينة. انت ركزي ويانا وان شاء الله ماكو خسران ويانا. نعم. من هو أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي؟ ميسي، رونالدو، لو ليفاندوسكي؟ رقم ثلاثة حلو. وجابتش صحيح. مبروك عليك، مبروك، دخلت ويانا القرعة. يلا انا اتحيز للنساء.
انت الكل تتحيزي لهم. اي والله اللي الكل اتحيز الصراحه. لان اني يعني اعرف انه هو احنا برنامجنا هو غايتنا الكل يفوز. الكل يفوز والكل يشارك ويانا اكيد. وشوف اكو اتصال ويانا. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. لا اليوم العنصر النسائي مسيطر كلش. رمضان كريم. رمضان كريم علينا عليك يا رب. من وياي؟ زهراء حيدر. زهراء من وين زهراء؟ من بغداد. اهلا وسهلا بيك زهراء. زهراء معلوماتك شلونها؟ والله زفت. حلو صريحه. زهراء تقدر تشوفيني بالتلفزيون؟ اي اوكي. انت اسمعيني من الموبايل بس شوفيني بالشاشه حتى طبعا. من اغشش تجاوبين. سؤال زهراء يقول من هو الهداف التاريخي لنادي الزوراء؟ سهل هذا. هشام محمد، احمد راضي، لو كريم صدام. احمد راضي. وجاءت نعم كابتننا المرحوم والغالي احمد راضي هو الهداف التاريخي لنادي الزوراء. مبروك عليك ودخلت ويانا لو قرعه ويا رب تفوزين ويانا. غزوان اني اتمنى انه انا اربح الكل، يعني انا اتمنى اي اسم يدخل هنا اقول هاي الكل رابحين. لا انت حتى بالقرعه من تجريها فقط نساء يفوزون، انا ملاحظ هذا الشيء دائما كل قرعه اسحبها يطلع الاسماء النساء. ويانا اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم عين رمضان كريم؟ علينا وعليكم، من وياي؟ مرتضى عبد الامير من الديوانيه. مرتضى عبد الامير. شلونك مرتضى؟ مرتضى شلونك؟ قطع الاتصال للاسف، بس احنا بما انه غايتنا الكل الفوز وبما انه مرتضى عانى يلا حصلنا بسبب زخم الاتصالات ندخل القرعه، شو تقولين سهيل؟ يلا طبعا مرتضى دخلت ويانا القرعه بدون معاناه وبدون سؤال. يلا ان شاء الله تربح. غزوان اليوم انت شاركت بالفطور لو لا؟ يعني قلت لهم شنو اريد لو لا؟ قالوا شاركت. لا هم صراحه قالوا جيب وياك سمك. اي وراح اجيب لهم سمكتين على الفطور. شارك غزوان بالفطور. خلي نشوف اكو خلينا نشوف اكو اتصال. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، من وياي؟ نوفل شعلان من ذيقه. نوفل انا صديق البرنامج. اهلا بيك وشرفنا بيك. شعلان من ذيقار؟ اي نوفل شعلان من ذيقار. شو أنا معلوماتك الرياضيه؟ جيد جدا. يعني اسئلك ما اخاف وما اغششك؟ شعلان ما فايز ويانا قبل؟ بس تشارك؟ لا ذاكر رمضاني ما فايز. ها ابد. اليوم ان شاء الله حظك حلو. يلا اليوم ان شاء الله تربح ويانا. في اي عام احرزت ايطاليا لقب امم اوروبا؟ انتبه علي. 2000 لو 2012 لو 68 عام 1968 او في الالفينات؟ اعتقد السؤال الثالث. الخيار الثالث صحيح. اجابتك عام 1968. مبروك ودخلت ويانا القرعه. مبروك عليك شعلان ويا رب يفوز ويانا بما انه هو خطيك كل مره يشارك وما يربح. صديق البرنامج طبعا. نشوف ويانا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم علينا وعليك يا رب، من وياي؟ ايات كاظم ديوانيه. ايات كاظم ديوانيه. ايات ناظم. ناظم لو كاظم؟ آيات ناظم لو كاظم؟ كاظم. كاظم. آيات شلونها معلوماتك؟ الحمد لله اقدر اقول شيء. راح تشاركيني اليوم بالفطور تساعدين لو لا؟ يعني اذا تساعدين انا اساعدك. اي اساعد. يلا انت ركزي ركزي ويانا وان شاء الله فايزه. ركزي. سؤالك يقول ما هي أول دولة أفريقية تستضيف نهائيات كأس العالم؟ المغرب، جنوب أفريقيا، لو مصر؟ شو تقولين أنت؟ أنت بس ركز. المغرب لو من جنوب. هي الدولة الأفريقية التي استضافت كأس العالم؟ عدش خيارات ثلاثة. مصر لو جنوب أفريقيا لو مغرب. لو المغرب جنوب. لو جنوب أفريقيا. جنوب افريقيا. حلوه جنوب افريقيا مو؟ ها ايات شو تقولي؟ جنوب افريقيا. جاتك صحيحه واخيرا دخلت ويانا القرعه. واخيرا يا ايات. ايات بعد معاناه.
خلي نشوف اكو اتصال ويانا اخر غزوان لو لا. الو، طبعا زخم كلش من الاتصالات، واتمنى كل شخص يتصل يبتعد عن التلفزيون ويسمعنا من الموبايل، لان اي شخص يكون قريب من التلفزيون ينقطع الاتصال من حاله، يعني مو احنا نقطع الاتصال، لا هو ينقطع بسبب التشويش اللي يصير. ويانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم عيني؟ رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. وياكم نهى عبد الكريم كاظم. نهى عبد الكريم كاظم. شلون نهى؟ الله يخليك، الحمد لله. شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله خير وبركه ان شاء الله. طابخي شو مسوين فطور اليوم؟ والله دومه. اها دومه طيبه. من وين انتي؟ انا من نجف. اهلا بيك وبكل اهلنا بالنجف. ايش عجب من مسوين فسنجون؟ الله اولا مستوعب كل متصل يتصل يقول لنا اهل النجف مشهورين بهاي الاكله الطيبه. شلون معلوماتك؟ الحمد لله تمام. جاهزه انت؟ ركزي ويانا انا وسهر ان شاء الله فايزه. لاعب آسيا وضمن أفضل لاعبين في الدوري الإنجليزي حاليا، من هو؟ عندك ثلاث خيارات انتفي عليه. سون، لو ناغاموتا، لو طارمي. ناغاموتا. ها ليش تستعجلين؟ سون. سون. سون سون سون. أخيرا مبروك عليك، دخلتي الآن القرعة. حلوة الأسئلة، الأسئلة حلوة وبيها معلومة طبعا، وبس لو شوية يركزون ويانا أكثر أنه ممكن. شوفوا يانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. صلاح كاظم من بغداد. صلاح؟ نعم صلاح كاظم من بغداد. أهلا وسهلا صلاح، شلونك يا صلاح؟ الحمد لله. وشكو أنت شلونكم؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. شلونها معلوماتك الرياضية؟ يلا زين. اغششك لو ما اغششك؟ والله لا منع ما اغششك. انتبه علي انت. اين اعتزل الحارس كاسياس؟ كاسياس بيا فريق اعتزل اللعب؟ ريال مدريد، لو شالكة، لو دورتموند. ريال مدريد؟ لا. شالكة لو دورتموند. شالكة؟ هو شلون يلعب بالريال صحيح؟ جاوب صحيح. بس انتقل لشالكة الألماني وبالتالي هناك اعتزل، وجابتك صحيحة ومبروك عليك، دخلت ويانا القرعة. مبروك عليك صلاح ويا رب تربح ويانا. خلي نشوف اكو ويانا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. شلونكم عيني؟ شلونكم؟ الحمد لله. أنت شلونك؟ والله الحمد لله. بس بدون زحمة علي صوتك شوي لأن صوتك كلش بعيد وناصي. لا لا صوت عالي أني. إي هسا أوكي تمام. من وياي؟ بهاء عبد من بغداد. بهاء؟ ايه عبد. بهاء عبد من بغداد. بهاء سؤالك كل السهل، انت معلوماتك شلون هالرياضيه؟ اسال اني؟ لا انا اسال. يلا راح الاتصال. ليش غزوان؟ يلا بهاء راح ندخلك للقرعه بما انه انت اتصلت وشاركت ويانا، ان شاء الله يا رب تربح ويانا، وننتظر اكيد اتصالات اخرى. اكو يانا اتصال اخر. غزوان انت ظاهر تحب السمك، اول يوم رمضان قلت لي سمك. هو بالبيت يحبوه. ها بالبيت. وقالوا اليوم عليك. زين يعني انت شلون علاقتك بالسمك؟ تحبه لو؟ يعني جيده. جيده؟ جيده نوعا ما. خلينا نشوف يانا اتصال. الو. الو. ايمان كاظم ومحمد. ايمان السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. ايمان شنو؟ كاظم. إيمان كاظم ومحمد. من وين؟ من وين؟ من نجف. نجف؟ ايه. تحياتنا اليك ولكل اهلنا بالنجف. سؤالي السهل. ايه. من هو هداف الدوري العراقي حاليا؟ اختيارات؟ خيارات انتبه علي. امجد إيه؟ راضي، لو ايمن حسين، لو علاء مهاوي. لا ايمن حسين. جاوبتك صحيحه. مبروك عليك ودخلت ويانا للقرعه. زين غزوان انا ذيك الحلقه عزمتك اليوم انت طبعا تعزم. بس كلام ما عزمتني. لا كده حعزمك غزوان. شنو اتصال وياك؟ يلا ويانا اتصال. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا يوسف كاظم. من وياي؟ يوسف كاظم من بغداد. اسمك الثلاثي؟
أمير كاظم مصطفى. أمير أمير أمير؟ إي كاظم مصطفى. من وين يا أمير؟ من بغداد. شلون معلوماتك أمير؟ أمير كاظم كاظم. إي نعم أمير كاظم. إي مصطفى. الحمد لله الحمد لله الله يسلمك. يعني ما نغششك؟ والله يعني بعد شوف. لا لا ما يقدر غزوان، لازم يساعدك. يلا غزوان غششه وساعده. من هو مدرب اسبانيا الفائز بيورو 2008؟ ديل بوسكي، لو انريكي، لو اريكسون. اريكسون. ها تسمعنا امير؟ اريكسون. الجواب الثالث لو الاول لو الثاني؟ ديل بوسكي لو انريكي. اريكسون. اريكسون. او اجابتك صحيحه مبروك، دخلت كان القرعه. انا قلت له غزواني يساعد. يعني شوي احنا نغششهم بس هم من انتم. انت خلي صوت التلفزيون ناصي عندك بس كون بعيد وشوفنا يعني، بس اسمعنا من الموبايل لان احنا نغشش بالشاشه يعني. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رسول حسين من العماره. الاسم؟ رسول حسين من العمارة. رسول تحياتنا لك والكل اهلنا بميسان قضاء العمارة. رسول حسين. طيب. شلونها معلوماتك؟ والله الحمد لله والشكر طبعا. رمضان كريم عليكم وعلى كادرك. وعليك وعلى كل اهلك وناسك واهلنا بمحافظة ميسان. جاهز؟ للأسف انقطع الاتصال وايضا يا رسول راح تدخل يدخل يعني ويانا للقرعة. ان شاء الله فائز. ان شاء الله. احنا اي شخص يتصل يدخل القرعه بمعناه انه هذه الزخم الاتصالات وهو أكيد. قدر انه يحصلنا، فلازم يدخل ويانا وان شاء الله تربحون ويانا. شوفوا ويانا اتصال اخر. بين ما يجهز اتصال اخر يا سهير، انت دائما تنوهين على الاكل وما شاء الله انت رشيقه يعني، اللي يشوفك ما يقول ما تاكل. غزوان كل حلقه يقول لي تاكلين هوايه ورشيقه. غزوان انت تحسدني من نهايه الحلقه. سهير وياك اتصال. ويانا اتصال. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. من وياي؟ نور حسين من بغداد. نور؟ نور حسين. نعم نور حسين. نور حسين من بغداد. رمضان كريم عليكم. طبعا صار لي من بدايه رمضان اخابر وبالقوه اليوم حصلت. يلا اليوم تفوزين يا نور. الله. انت نور. انت كنتي صديقه البرنامج قديمه سنوات السابقه 2006 2007؟ كل سنه اتابع بس ما احصل لان زخم يعني بالاتصالات. اي قديمه متابعه قديمه، فان شاء الله اليوم حظك حلو يكون تفوزين. قناه العراقيه. انت شلون معلوماتك الرياضيه؟ يعني زينه بس ان شاء الله احتاج مساعدتكم. يلا انه انت متابعه قديمه غزوان انت عانيتي يلا حصلتي، فاكيد اليوم نساعدك بس انتبهي علينا. ركزي على غزوان زين واسمعي. من هو اكبر لاعب شارك في نهائيات كاس العالم؟ سؤال سهل بس انتبهي عليه. ميلا، لو ياشين، لو الحضري. الحضري حارس مرمى مصر. الحضري عصام الحضري. نعم الحضري. جاتي الصحيحه مبروك نور، دخلت ويانا للقرعه. اي سهير. اي غزوان شنو تريد تقول؟ لا اريد اكشف سر عنك بس بعدين بعد الاتصال. اوكي خلينا نشوف ويانا اتصال. الو. الو السلام عليكم. عليكم لا اليوم النساء مسيطرات كلش يعني. صار اكثر من حلقه. رمضان كريم عليك. رمضان كريم على الجميع. يما الحمد لله والشكر من حصلتكم. الحمد لله. يلا يا رب تربحين ويانا اليوم بالقرعه. من وياي؟ وياك صابرين والي من بغداد. صابرين شنو؟ والي. والي من بغداد. نعم. اليوم بغداد هواية متصلين من بغداد. نعم اليوم محافظة بغداد. صابرين داخلين بقوة. صابرين سؤال سهل بس ركزوا وياي وانا راح اغششك وراح تربحين يعني اكيد ان شاء الله. يلا ركزي. سؤالك يقول من هو هداف القوة الجوية في كأس الاتحاد الآسيوي؟ امجد راضي. بس اخوي يحب الجويه وكثير يعرف عن الجويه. لا مو قاعد يمك خليه يغششك. اي هو يمي. يلا ثلاث خيارات عندك. امجد راضي لو همام طارق لو حمادي. حمادي احمد. ممكن تعيدوا لي السؤال؟ يلا من هو هداف القوه الجويه في كاس الاتحاد الاسيوي؟ امجد راضي. حمادي احمد. وجابت الصحيحه. وجابت الصحيحه وتحياتنا لاخوك.
دخل ويانا القرعة. أنا كلش أحب لما يكونون ويانا متصلين وعندهم معلومات رياضية وحتى يختصر حتى الخيارات. بالضبط رسن يجاوبنا ومو شرط يكون هو المتصل لا حتى لو كان والده أو والدته. أكو اتصال ويانا؟ خلينا نرجع نكشف سر عن سهير. طبعا سهير تشوفوها بالمسلسلات يجوز تعصب شوية لا بس بيها بالحقيقة جدا هادئة هادئة جدا يعني وما تعصب. اليوم بدي يعرف برج غزوان حتى يشوف انه اني عصبيه لو لا. واللي قال انه اني مستحيل اصير يعني عصبيه. يعني اكتشفتها انه هي مو عصبيه من الابراج اللي هادئه. هاي شوفوا يعني اتصال غزوان. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليكم. وياكم عذراء. عذراء شنو؟ عذراء حيدر. عذراء حيدر من وين يا عذراء؟ من بابل. من بابل من الحلة. تحياتنا لكل اهلنا ببابل. رحم الله والديك. تسلم. شلونك حبيبتي منوره الشاشه. تسلمين حبيبتي نورتينا انت اكيد. الله يسلمك. يلا اليوم راح نساعدك انا وغزوان وان شاء الله راح تربحين ويانا وتدخلين القرعه. بالبدايه شلون معلوماتك بصراحه؟ لا يعني تقريبا 60% زينه. اذا 60% انت فايزه. سؤالك سهل. نعم. اسرع هدف في دوري ابطال اوروبا منو صاحبه صاحب هذا الهدف؟ عندك ثلاث خيارات انت في عليه. نعم. ماكاي لو دروغبا لو ايتو. لا الخيار الاول. الخيار الاول واجابتك صحيحه ومبروك. مبروك عليك ودخلتي ويانا للقرعه وان شاء الله يا رب تربحين ويانا. بس لا طلع عندها معلومات انا ما غششت. بس انت من حاز العنصر النسوي. لا لاني كل حبة ساعدهم. خلي شوفوا يانا اتصال. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يسرى علي من بغداد. منو جاية؟ يسرى علي من بغداد. يسرى علي من بغداد. رمضان يسرى كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. يسرى شلونها معلوماتك الرياضية؟ إن شاء الله زينة. إن شاء الله زينة. ركزي علي واسمع السؤال زين وسؤال كل سهل. سؤالك هو تسمعيني يسرى؟ نعم نعم انا يسرى علي من بغداد. اوكي من اللاعب الذي سجل هدف افتتاح ملعب البصره الدولي؟ حمادي احمد مهند علي لو علاء عبد الزهره. علاء عبد الزهره. اجابتك صحيحه ومبروك. مبروك دخلت ويانا للقرعه. شوف هسه يجي اتصال من رجل وشوف الدوام. لا والحلو هسه نشوف العنصر النسوي بدا معلوماته الرياضيه بدات تتقوى ودا يشاركون ويانا اكثر من الرجال ومعلوماتهم هم يانا قويه. هذا الشيء كلش حلو. خلينا نشوف اتصال اخر. الو غزوان اليوم اكو شيء. غزوان كل ما يقول الو ينقطع الاتصال. طبعا الزميل المخرج دا يقول لي انه الخلل يمك لان كل اتصال يجي يمك دا ينقطع. وانا مش دا احس غزوان. السلام عليكم. الو السلام عليكم. شلون صح الاحوال؟ شلون صحتك شو اخبارك؟ رمضان كريم علينا وعليك. الله يحفظك اهلا وسهلا بكم. منو جاي؟ صدام كاظم من بغداد. منو شو اسمك؟ صدام كاظم. صدام كاظم. صدام كاظم من بغداد. صدام شلونها معلوماتك؟ والله زين نص ونص. لا عاد انتبه علينا. ركز. تبع علينا حتى تفوز نص ونص. من هو اخر مدرب حصل على لقب امم اوروبا؟ من هو اخر مدرب حصل على لقب امم اوروبا؟ سانشيز لو انريكي لو ديشامب. ديشامب الفرنسي لو انريكي لو سانشيز. سانشيز. وجابتك صحيحه. مبروك عليك ودخلت ويانا للقرعه. شوف انا ما غششت. بس العنصر انه تغشين. اي ها غزوان ترى اشارت له للولد. يطلع رقم ثلاثة والله. اكو اتصال اخر. شوفوا يعني اتصال. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. منو جاية؟ جاسم محمد من العمارة. جاسم محمد تحياتنا لك وكل اهلنا في محافظة العمارة. جاسم شلونها معلوماتك الرياضية؟ والله زينة. زينة؟ يلا سؤالك سهل. يقول من هو أصغر لاعب نجح في الفوز بلقب كأس العالم؟ بيليه مارادونا امبابي. بامبي. بيليه وجاتك صحيحة. مبروك عليك دخلت يعني القرعة.
اجابتك صحيحه ومبروك. يعني البرنامج هو صح انه هدفنا الكل يفوز، لكن ايضا هو معلومات عامه وثقافه رياضيه للجمهور. صحيح، هوايه معلومات انا ما كنت اعرفها واني كلها عرفتها من خلال هاي الحلقات. برنامج مفيد. اكو اتصال ويانا، نقول الو. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. رمضان كريم. علينا وعليكم. منو وياي؟ وياك محمد مهدي. هيلي محمد مهدي. من وين محمد؟ بالكوت. تحياتنا لك والكل اهلنا بالكوت. شلون معلوماتك؟ والله الحمد لله مو زينة. مو زينة الصراحة. حلوة مو زينة الصراحة. حلوة يا محمد، وخليكم ركزوا وياي. فريق عراقي تغلب على السد القطري برباعية، هذا سؤال سهل. فريق عراقي غلب السد القطري بملعب السد القطري، اربع اهداف انتصر عليه. الزوراء لو القوة الجوية لو النجف. اليوم دائما الخيارات تكون رقم 3. النجف. واجابتك صحيحة ودخلت ويانا القرعة. مبروك عليك، دخلت ويانا القرعة، يا رب تفوز ويانا. اكو اتصال؟ سهير؟ شوف اكو اتصال ويانا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك؟ طبعا اكيد ممكن. منو جاية؟ عبد العزيز مرقب. منو؟ عبد العزيز مرقب. عبد العزيز شنو؟ مرقب من البصرة. مرقب. شنو معنى اسم مرقب؟ والله اعتقد السفينة او الزورق. ها يعني من ال من القارب ماخذيها. حلو الاسم. حبيته انا. مرقب. حلو الاسم، ان شاء الله حظك حلو. يا عبد العزيز. عبد العزيز. من وين عبد العزيز؟ من البصرة. من البصرة. تحياتنا لكل اهلنا بالبصرة. شلون رمضان بالبصرة؟ الاجواء بعدها محافظة عليها؟ تمام الحمد لله. الجو حار لو زين؟ والله الجو هالايام حار شوي. هو البصرة معروفة حارة وقريبة من شط العرب، وتعرف هاي الرطوبة. بس اكيد الاجواء حلوة. الرطوبة عالية، راح نعطيك سؤال شوي يخفف الرطوبة عنك. يلا اشكرك. جاي؟ اشكرك. ان شاء الله. من هو الفريق الأول من المملكة المتحدة الذي فاز بكأس أوروبا؟ سلتيك لو ليفربول لو مانشستر يونايتد. سلتيك. ليفربول. إيه، ودافع لك القلم ودنقش رقم واحد. سلتيك. أول. أها، إجابتك صحيحة. صحيحة، مبروك دخلتي أنا القرار. بس ركزوا ويانا، اذا من خلال صوتنا احنا نرفع صوتنا، وانتوا راح تركزون او تشوفونا من بعيد على التلفزيون وشوفون احنا شلون راح ناشر لكم ويانا اتصال ونقول الو. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحيه خاصه لكم والكادر جميعا. شلون اختي الغاليه؟ والك يا طيب. تحياتنا لك اكيد. معك داوود سلمان من العماره. داوود سلمان. جميل. داوود سلمان من العمارة؟ ميسان. نعم. اليوم هواية متصلين ويانا من العمارة. محافظة ميسان قضاء العمارة متصلين هواية، وإن شاء الله فايز ويانا. سؤالك. متصل هواية بس ما عندنا حظ القرعة. لا إن شاء الله هالمرة عندك حظ. إن شاء الله. داوود سؤالك كل سهل، ركز وياي. إن شاء الله، ولا التلفزيون ما يهمني. يلا إحنا بس. اسمعني، راح أرفع لك صوتي على الجواب الصح. يلا سؤالك يقول: اللاعب العراقي الذي احرز افضل لاعب في اسيا. حمادي احمد. لا لا تستعجل. حمادي احمد. لو احمد راضي لو يونس محمود. احمد راضي. احمد راضي. اجابتك صحيح. الى روحه الرحمه. مبروك عليك داوود، ودخلت ويانا للقرعه ويا رب تربح ويانا. طبعا كل شخص يقول اني حظه مو حلو ما اربح يربح. ويستعجلون. لا تستعجلون، احنا نقول لهم لا تستعجلون. اسمع الخيارات. الو، اتصال. الو. السلام عليكم. رمضان. وعليكم كريم. السلام. رمضان كريم عليك. منو يانا؟ وياكم وردة حميد. عفوا، منو؟ وردة. وردة حميد. اها، عاشت الاسامي يا وردة. من وين وردة؟ من الديوانية. وردة شنو؟ وردة حميد. حميد من الديوانية. حميد الديوانية. حلو اسم وردة. وبعد اكو احلى من الورود. شلون معلوماتك وردة؟ الحمد لله زينة. شو مساعدتكم وياي؟ اكيد احنا نساعدك، انتبهي علينا. وابدا احنا رفعنا معنوياتك، هسه لازم تجاوبين يعني. منو من هو هداف انجلترا في كأس أمم أوروبا؟ عندك ثلاث خيارات: كين، شيرر، لو أوين.
الخيار الثاني شرر لو وردة دائما يقول شرر لو شرر. الاختيار الثاني وجابتش صحيحة ودخلت ويانا. جابت صحيحة ومبروك عليك وردة، دخلت ويانا للقرعة ويا رب تربحين ويانا. شوف اكو ويانا اتصال اخر. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. الو قطع الاتصال، راح الاتصال. هالمرة اني غزوان، هاي غزوان لا الخلل يمشوها. لا غزوان كل اتصال كان وياك. خلي نشوف اتصال اخر. نقول الو. خليه ويا سهير. لا خليه لانه شوي الفال. لا وياك. خليه ويا غزوان. المهم يريد يعرف الخلل وين حتى يبقى على مقدم واحد. لا ويا غزوان خلي الاتصال. الو الو الو. اعتقد اكو خلل بالشبكه اليوم. لا زخم الاتصالات و اكيد اكيد صح. يعني اتصال اخر. الو طلع يا ابو صوت. شوف سهير. لا غزوان بينا اثنين. خلينا اخر اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عادل عبد الحسين من واصل. حامد عبد الحسين. لا عادل. عادل عبد الحسين. عادل عبد الحسين من واسط. واسط شلون معلوماتك؟ والله نعم زين. ركزوا وياي. من هو اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في بطوله واحده لكاس العالم؟ في بطوله واحده لكاس العالم. بيليه لو رونالدو لو فوتين. خيار الثالث فوتين لو فوتين لو فوتين. فوتين وجهتك صحيحة. مبروك عليك ودخلت يعني القرعة. يعني مع الأكو يستعجلون المتصلين بعدنا ما مطين خيارات هو يجاوب خطأ. صحيح ومرات تكون التسرع مو بصالحكم. ويانا اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد جبار من الكوت. أهلا وسهلا أحمد. شلونك أحمد؟ نعم الحمد لله. انتم شلونكم؟ احنا زينين. احمد تساعد بالفطور لو لا؟ انا كل متصل اساله هذا السؤال. حتى اللي ساعده ساعده. اي نعم ساعد. ساعد احمد. هاي الصدق مو؟ اي شو تسوي زلاطه؟ احمد ركز وياي، سؤالك كل سهل. اوكي. في اي نادي تواجد اللاعب السعودي ياسر القحطاني طيلة فترة لعبه؟ النصر. أوكي. السد. الهلال. هلال رمضان. الهلال. الهلال اجابتك صحيحه ومبروك عليك احمد، دخلت ويانا للقرعه. اكو اتصال اخر. نقول الو. الو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا علاء عباس. منو شنو اسمك؟ علاء عباس. علاء عفوا ولد علاء عباس. ايه علاء عباس. من وين؟ علاء لو علاء. من بغداد. علاء 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 عباس. من وين؟ علاء عباس. من بغداد. من وين انت؟ من بغداد. من بغداد. ايش قد عمرك علاء؟ علاء ايش قد عمرك؟ 11 سنة. مبين صغير بعدك. شلون معلوماتك الرياضيه؟ متابع؟ شوف شوف زين. انتبه علي. في اي نادي تواجد اللاعب هذا سالناه سؤال؟ سالته اني. نعم. على اكو احد يمك راح يساعدك؟ من اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات المشاركه في دوري الابطال؟ في دوري ابطال اوروبا. ميسي لو ديل بييرو لو كاسياس. كاسياس الخيار الثالث. وإجابتك صحيحة ومبروك مبروك عليك. عليك يا علاء دخلت ويانا القرعة. يا رب يفوز حتى يكون أصغر مشترك ويانا يفوز. إن شاء الله يفوز علاء. إن شاء الله علاء. نشوف أكو يانا اتصال. ألو 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 مرحبا. أهلا وسهلا. ممكن أشارك في البرنامج؟ طبعا أكيد ممكن. تشاركت ويانا؟ نعم أنا ليال أمير. منو يايا؟ ليال أمير. ليان. من وين ليال؟ ليال ليال ليال. نعم ليال أمير من بغداد. من بغداد. حلو اسمك.
حلو اسمك ليال. شكرا. رمضان كريم عليكم. هم نسيت اقول علي انا وعليكم ان شاء الله. منو مسميك هذا الاسم، امك لو ابوك؟ لا ابويا. اها تحياتنا لوالدك. اشكرك. الله يرحمه. هو الله يرحمه الله يرحمه. شلون معلوماتك؟ والله وسط. لا عاد ركزي ويانا وان شاء الله تفوزين ان شاء الله. اشكرك. من كان مدرب منتخبنا الوطني في كأس القارات؟ هذا سؤال سهل. كأس القارات 2009 بعد ما حصل منتخبنا على أمم آسيا شارك بكأس القارات. نعم. مدرب أجنبي درب منتخبنا، منو؟ زيكو لو سيتكا لو بورا. اليوم أغلب الأجوبة تكون رقم ثلاثة. خيار الثالث. بورا. بورا. وإجابتك صحيحة. مبروك دخلت ويانا. مبروك ليال، دخلت ويانا للقرعة ويا رب تربحين ويانا. طبعا اسم ليال انا مار علي قبل، يجوز انا اتوقع لا يفوز بالقراءه. الاسم الغريب. اسم الغريب بيربح. نقول الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وياك انتصار فاهم. انتصار شنو؟ انتصار فاهم. انتصار فاهم في كربلاء. اهلا بيك وبكل اهلنا في كربلاء المقدسه. شلونها معلوماتك؟ والله نص نص. وسط؟ اي وسط. قاعد ركزي ويانا. ركزي وان شاء الله تفوزين. انتصار فاهم. انتصار. انتصار سؤال سهل. سيلين انت الان. يلا خلي اسالها. سيلين. في اي عام زادت المنتخبات المشاركة في كأس أمم أوروبا من 16 إلى 24؟ 2008، 2012، 2016. 2016. صحيحة ومبروك عليك، دخلت ويانا للقرعة. مبروك يا انتصار. شوف اكو يانا اتصال اخر. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شروق هاشم. شروق؟ نعم. شروق هاشم من وين؟ من بغداد. من بغداد. شروق شلونها معلوماتك؟ كانت زينة. زينة؟ يعني ما ساعدتش؟ لا اكيد ساعديني. قلبي ما ينطيني. شروق سؤالك سهل كلش. نعم. اي عام اقيمت اول بطولات كأس القارات؟ باي عام؟ ب 2001، 1992، لو 2005. التسعينات دائما. 1992. اجابتك الصحيحة ومبروك. مبروك عليك. طبعا كل المتصلين اليوم اغلبهم من العنصر النسوي حتى الحلقات السابقه، يعني تقريبا 90% نساء اليوم، قليلين الرجال وياي يعني قياسا. الو. الو. مرحبا. رمضان كريم. مرحبا. رمضان كريم عليكم. الحمد لله الله يخليك. من ويانا؟ شيماء مجيد. شيماء من الحله. شيماء هاي المره الثانيه مو؟ اي طبعا. ان شاء الله اليوم تفوزين. ما فزتي بالحلقات السابقه؟ شلون؟ ما فزتي بالحلقات السابقه؟ لا لا ما فزت. اليوم ان شاء الله حظك يكون حلو يا شيماء وتفوزين. يلا ان شاء الله. ركزي وياي. لاعب سوري حصد لقب افضل لاعب في اسيا، من هو؟ عندك ثلاث خيارات، ركزي وياي. عمر السومه، لو فراس الخطيب، لو عمر خريبين. فراس الخطيب. ليش تستعجلين؟ اليوم اغلب الاجوبه رقم ثلاثة. عمر. عمر. عمر خريبين واجابته صحيحه. ودخلت ويانا يعني القرعه يا شيماء. انا عصبت ايش سويت؟ وصلت ارتفع مع غزوان بالجواب. اي صحيح يعني ركزوا. اكو اتصال وياك. شوف اكو اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اقدر اشارك من هنا؟ طبعا اكيد ممكن تشارك وياي. من وياي؟ انا علي احمد. علي؟ من علي وين؟ احمد مهدي. من بغداد يا ابي. من بغداد. اشكرك عيني. علي معلوماتك زينة؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني احس معلوماتك قوية فما راح اغششك. سؤالك يقول كم مباراة احتاج كريستيانو رونالدو لتسجيل اول اهدافه في دوري ابطال اوروبا؟ ثلاث مباريات، 10 مباريات، لو 27 مباراة. ثلاث
27 لو 27 لو 27 لو 27 مباراة. جاتك صحيحة مبروك عليك. طبعا كريستيانو رونالدو النجم العالمي يحتاج 27 مباراة حتى يقدر يسجل أول أهدافه عكس ميسي. ميسي شوفي من أول مباراة يسجل. بس حلوة هالمعلومة ما شو تعرفها لأن أنا مو مشجعة الريال. اتصال آخر ونقول ألو. ألو. سلام. السلام عليكم. يعني من بدي رمضان لسه ادق عليكم وشلعتوا قلبي. واليوم ان شاء الله تفوزين وارتاح قلبك. وانا من كربلاء. بس اعصابك. اسمك شنو؟ شنو اسمك؟ جنان علي. جنان؟ جنان شنو؟ جنان علي. جنان علي من كربلاء. من كربلاء. خلنا نسالها راسا لا تقتلنا. عصبيه جنان. مو عصبية، شلعت قلبي. زخم اتصالات. سلامة قلبي. يلا غزوان السؤال. ما هذا سهل السؤال. الشعب ما اعطونا انقطع الاتصال الداخلين. جنان ويانا لو انقطع. جنان. والله جنان حقك احنا شلعنا قلبك. تاخر عليك غزوان. جنان هاي اسمك راح يدخل القرعه وانا متوقع اليوم تفوزين ان شاء الله. يلا يا رب تفوز ويانا ان شاء الله. يطلع توقع صحيح ان شاء الله. شوفوا يانا اتصال اخر. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. عزيز هادي من السماوه. عزيز هادي حافظه المثنى السماوه. عزيز شنو؟ عزيز هادي. هادي من السماوة. السماوة. تحياتنا لك يا هادي من السماوة. عزيز سؤالك كل السهل وغزوان غششة. سؤال سهل يعني كل الشعب العراقي يعرفه. خلى الشعب العراقي يتوحد بهاي السنة. من كان مدرب منتخبنا الوطني الحائز على بطولة أمم آسيا 2007؟ فيرك. بعد إجابتك صحيحة. إجابتك صحيحة مبروك عليك. دخلت ويانا القرعة. دخلت ويانا القرعة. أحبيكم متصلين. إنه رسم محضر الجواب. السؤال حتى المو رياضي يعرفه يعني. صحيح. نشوف ويانا اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. ألو رياضية. ألو رياضية تفضل. بس زيدون سالم من نهر دياله. زيدون. زيدون شلونك زيدون؟ من دياله؟ زيدون شنو؟ زيدون سالم. 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 زيدون سالم. زين زيدون انت عندك شكوى لو جاي يشارك؟ لا جاي يشارك. مو صوتك ودخولك يعني مال واحد عنده شكوى. من وين من وين؟ زيدون من دياله. دياله تحياتنا لك والمحافظة البرتقال دياله. اول مره اشكرك. سؤالك سهل. عمرك. من هو الوحيد الذي فاز بكاس امم اوروبا كلاعب ومدرب؟ ركزوا وياي. بين كابور لو فوجت لو ديشامب. خير الامور اوسطها. بيكنباور. عفوا بيكنباور لو فوجت لو ديشام بالفرنسي. بيكن باور لو بيكن باور لو بيكن باور. فوت. اجابتك صحيحه. خيار الثاني. خيار الثاني. ليش غزوان ردت تخلطه للولد؟ اسف انا جدا. لا ها هي ربحت ويانا. ان شاء الله هو دخل ويانا ودخل للقرعه اكيد. اكو اتصال اخر. دخلت اسمه للقرعه. دخل اسمه للقرعه ان شاء الله. يلا ويانا اتصال. الو. الو السلام عليكم. فدوى. عليكم السلام. شلونك حبيبتي؟ انا زينه حبيبتي. شلونك؟ شو هذا الصوت الحلو؟ ايش قد عمرك؟ اقدر اسال سؤال؟ اي سئلي حبيبتي قولي. فيروس اكو جزء ثاني؟ شنو؟ فيروس بي جزء ثاني؟ فيروس ان شاء الله اكو بي جزء ثاني فيروس. بدنا نحضر له. انت ايش قد عمرك؟ 10. عشر سنوات ومسابعة فيروس؟ ايه. وتدخلين هاي الحياة الجامعية وتعيشيها؟ ان شاء الله ان شاء الله تدخل الجامعة. شاطرة بالمدرسة انت؟ ايه. منو يمك يغشش تنسين السؤال هسه؟ امي. ها تحياتنا لوالدتك. شنو اسمك؟ ميسرة. 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 حلو اسمك يا ميسرة. شنو اسم والدتك؟ ميسرة. اسم بابا شنو؟ نصير.
نصير. من وين؟ ميسرة نصير من بغداد. بغداد. من بغداد. هاي المرة الثانية تشتركين له أول مرة؟ ثاني مرة ميسرة. ميسرة هو أكو جزء ثاني إن شاء الله للمسلسل، بس بعدنا إحنا دا نحضر له، يعني بعد ماكو قرار نهائي. هسه نسألها الميسرة. أوكي. لو سأليها. لا أنا راح أسألها حتى أربحها. يلا ميسرة، سؤالك يقول في أي عام كانت أول مباراة نهائية لكأس العالم تحسم بضربات الترجيح؟ 1998، 1986، 1994. هاي بيها باجي وضيع جزاء. 94. وجاءت الصحيحة، ومبروك عليك ويا رب تربحين ويانا، وشكرا لاتصالك. هاي بوقتها أفضل لاعب بإيطاليا روبرتو باجيو ضيع جزاء. يعني وخسرت ايطاليا، كان منتخب ايطاليا منتخبات المنافسه جدا. طبعا غزوان معلوماته الرياضيه كلش قويه. يعني مو كلش قويه، لا كلش قويه. لا بس قوية. متواضع بس لا كلش قويه معلوماته الرياضيه. نقول الو. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. علي انا وعليكم. وياكم بتول عبد الامير. بتول عبد الامير؟ نعم. من وين؟ جوانية. تحياتنا لك يا بتول. شكرا جزيلا. شلون ها معلوماتك؟ والله على الله. تبهي علينا وتفوزين ان شاء الله. ان شاء الله. سؤالك هو ايضا سهل، من اخرج منتخبنا الوطني في بطولة اسيا الاخيرة 2018؟ منتخبنا خسر 1-0 مع منتخب عربي. خياراتك ثلاثة، اليابان لو استراليا لو قطر. لو قطر. قطر. هو يمكن قطر. لا اكيد مو يمكن. جابتش صحيحه ودخلت ويانا القرعه، مبروك عليك. مبروك عليك. لا كل هذا الغش يمكن. مش متاكده. ويانا اتصال اخر. الو. الو. عليكم السلام، صوتك كلش بعيد وناصي. عليكم السلام، بعد صوتك ناصي. الو. الو. الو نعم اسمعك، من وياي؟ صفاء عادل. صفاء من وين؟ صفاء عادل. عايش من بغداد. عايش. صفاء عايش من بغداد. تحياتنا لك صفاء، ليش صوتك ناصي؟ الو صفاء. اسمعك. ابتعد عن التلفزيون، اسمعنا من الموبايل. اسال غزوان حتى قبل لا ينقطع الاتصال. ركز علي، سؤالك هو من هو الفريق الأكثر إحرازا لدوري أبطال أوروبا؟ عندك ثلاث خيارات، تسمعني؟ أسمعك. عندك ثلاث خيارات، أياكس لو ريال مدريد لو ليفربول. فريق معروف كلش، نادي ملكي ونادي إسباني. ريال مدريد. وإجابتك صحيحة، مبروك عليه. دخلت ويانا للقرعة صفاء. صفاء دخل ويانا. صفاء ان شاء الله يربح ويانا، بس انا اتمنى انه كل شخص نقول له صوتك ناصي يعلي صوته او يبتعد عن التلفزيون حتى الاتصال ما ينقطع. ويانا اتصال اخر. اتصال اخر. الو. 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 الو نعم اسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، من وياي؟ خميس فوز من الأمطار. اسمعنا من الموبايل، ابتعد عن التلفزيون. شنو اسمك؟ خميس فوزي. خميس فوزي، تحياتنا لك يا خميس. شلون معلوماتك الرياضية؟ والله مو كلش قوية. خميس من وين؟ من الأنبار. أها، تحياتنا لك ولكل أهلنا بالأنبار. يلا خميس ركز زين حتى تربح ويانا. سؤال سهل كلش، من هو هداف منتخبنا الوطني في بطولة أمم آسيا الأخيرة؟ علاء عباس، بشار رسن، مهند علي. مهند علي. لو مهند علي. إجابتك صحيحة. مبروك عليك ودخلت ويانا للقرعة. طبعا ويانا آخر اتصال، خلينا نشوف منو هذا سعيد الحظ اللي راح يربح ويانا ويدخل اسمه للقرعة. ألو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب، من وياي؟ وياك نرجس حازم. من وياي؟ نرجس حازم. نرجس
حازم. من وين؟ من الديوانية. تحياتنا لك يا نرجس. تحياتي لكم. شلون حظوظك؟ حظك شلون بالحياة؟ الحمد لله والشكر. ان شاء الله اليوم تفوزين. سؤال سهل، ركزوا وياي. حارس مرمى ايطالي رد في مباراة واحدة 3 ركلات ترجيح، انتبهي علي، عندك 3 خيارات: تولدو، لو تولدو، لو تولدو. برضو اجابتي صحيحة. وان شاء الله فايزة ويانا ان شاء الله ودخل اسم الشروطات حلقتنا الهدف. غزوان يقولون ماكو شخص ما عنده حظ. نعم، كل من حظه على قده، يعني الحظوظ هي مقسمة، كل أكيد. شخص إلى حظ. أكيد توفيق من الله. أكيد طبعا أكيد. وصلنا للقرعة، وأكيد مثل كل حلقة أنا راح أسحب وغزواني يشوف الأسماء، وأنا متنازل عن حقي سهير. يلا أنا أتمنى أنه اليوم يكون أكثر عدد. خليها تجيبها يمي قريبة. طبعا اكيد النساء اليوم راح يفوزون ان شاء الله. القرعه بكل شفافيه تجرى امامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه مفتوح. الرياضيه، وان شاء الله الكل فايز ويانا. عافيه سهير اسحب. هذا بس كون خطك ما يخذني. لا هذا خطك. صدام كاظم من بغداد، مبروك يا صدام. مبروك عليك صدام، أول فائز ورابح ويانا بجائزة 100,000 دينار عراقي، تقدر تستلمها من قناة العراقية الرياضية في الصالحية. صدام كاظم من بغداد، مبروك. شوف المحظوظ الثاني. باوة. صفاء عايش من بغداد، اليوم بغداد داخله بقوه. صفاء مبروك عليك. صفاء الرابح الثاني ويانا من ويعني. بغداد. صفاء كان صوته ناصي كلش يوم انصر الذكوري تفوق. يلا خلينا نشوف انا اريد هسه تفوز ويانا بنيه. والله بعد انت قاعده تسهمين حتى يصير اكو يعني شويه عداله شويه. هم ولد. ليش الحلقة أنا وسهير فازوا 3 بنات اليوم. مبروك عليك. خميس فوزي من محافظة الأنبار آخر متصل، مبروك. عليك يا خميس، كان آخر اتصال وحظك اليوم جيد جدا إنه أنت آخر اتصال، وأيضا بالقرعة سهير سحبت اسمك. غزوان هاي ثالث حلقة نسحب ويكون آخر فائز رابح ويانا. لا تلاحظ؟ أيه. هاي ثالث حلقة. لأن هو معاناة ويحصل، فأكيد محظوظ يحصل أكيد. آخر اتصال. مبروك عليكم، وتقدرون تستلمون جوائزكم وتتصلون على أرقامنا إذا ما اندليتوا عنوان القناة، وفي قناة القناة في منطقة الصالحية. صالحية. وأكيد إحنا ننتظركم حتى تجون تستلمون جوائزكم ويانا، وانتظرونا باكر مستمرين وياكم، أكيد راح يكونون زملائنا نبأ وعلاء. وعلاء. أكيد يوم رحلتنا انتهت يا سهير. أكيد قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم أقول شكرا لأزياء الشيخة على إطلالتي لهذا اليوم. إلى اللقاء.